السلام عليكم يا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدي العب سلسلة جديدة او لعبة جديدة بالاحرى. بدي العب لعبة الفيفا 23. هون عنا طور او يعني طور كأس العالم، يعني هون عاملين بطولة انه مخصصة لكأس العالم المقامة بقطر. فهون حاطين فرق والمجموعات، نحن فينا نختار فريق ونلعب فيه. فأنا حابب أختار الأرجنتين بما أنه أنا بحب منتخب الأرجنتين كتير وبشجعه يعني. فخلينا نختار الأرجنتين ونطلع. هذا شعار القطر المقام في كأس العالم. أول مباراة معنا هي السعودية، الأرجنتين والسعودية. خلينا نطلع للمباراة. هاي جماهير الأرجنتين والسعودية هون عم ينظفوا الملعب. حلو. طبعا اللي ما بيعرف، انا كنت لاعب كرة قدم بزماناتي، وانا ما عمري 20 سنة، بس انه كنت العب طابة بال 15-16 سنة 17 سنة. بعد اضطريت اترك بسبب ظروف الحرب بسوريا. هو كنت العب ظروف، يعني كان في، هو في حرب في سوريا وكنت العب طابة، ف انه ما احسنت استمر بسبب الحرب. اهلي ما كان يبعثوني على التمارين وهيك. الحمد لله على كل شيء. على كل حال هذول المنتخب السعودية لابسين بيجامات رياضة حلوة. هذول الارجنتين، ليش الاولاد باللعبة راسهم كبير؟ علم الأرجنتين. هاي السعودية، النشيد السعودي. بديت المباراة. طبعا هي أول مرة بلعب فيها الفيفا، أنا ما شم حدا يحكي على لعبي بجوز أخسر لأنه حلو. لا تقلوا التسلل هلا، هم طلعت لبرا. على كل حال شجعوني شجعوني، بدي اربح. حلو. لعبة. روح 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 روح. جول. شال الحارس. شوطة حلوة كانت، ركنية. يلا يا ليو عالجول. برا مو برا، انشال الدفاع. وين عم تتكسح انت بنص الارض؟ وينه؟ ايوه شيل. اول جول للسعودية. الدليل يا انا لاعب فاشل يا اما هني منتخب قوي. ما له حظ لا يتعود، ليش حتى بلعب الطاوله ما لنا حظ. هلا بنعوض. ايوه حدا يجي لهون يا شباب، نشوف شلون نتكتك. ايوه حلو. ميسي لك حاجة على ميسي يا زلمة. شوت 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 لك. اخده نرفع. ما تركنا هذا، طلعت لبرا. هلا انا عم بلعب تحت ضغط انه جيب التعادل اقل شيء، يعني ما بدنا نخسر مثل الواقع. خسرت الارجنتين بالواقع قدام السعودية 2-1. ننتكتك على هالهجمة. فا ما وصلت. هلا هو مو صعب نصل للمرمى للجول يعني، بس الصعوبة بالتسجيل. طلعت لبرا. ركنية. شجعوني يا حلوات. اخذ الحارس.
بين أحضان الحارس. سليمة. لا تصيروا أغبياء، وأنا عم بتحكم فيهم بس يعني ما بدي أصير غبي هلا عند الجول أسلمهم يشوطوا يسجلوا الجول الثاني حظ كمان. شالة حلوة حلوة حلوة، كمل كمل كمل، لا تصير عندك أخلاق رياضية هلا. طلعت لبرا. ميسي يا حرام يئس. شال الحارس، يخرب بيته شو ادلع حريس. ليونيل بدنا جول. لا تقلي اخذ الحارس. شوت شوت، لك هي وقعتوا لي اللاعب. هي اذا ما شلتها تدخل جول. ما في شيء. تدخل شرعي. شال الحارس. ميسي. حلوه حلوه. نعم اخت الدفاع. دفاع ما برحم. طلعت لبرا. شجعوني يا حلوات. شيل قبل ما اطلع لبرا ركنية. طلعت. كمش الحارس. يلا 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 بدنا جول. شلون بدي اشيلها؟ انا لسه جديد على الطابة يعني، ما حدا يقعد يحكم علي يقول علي جدبة ما بعرف بلعب. هي أول مرة بلعبها للفيفا، أما البيس بعرف ألعبها كتير تمام. ميسي جول. الزاوية محصورة المشكلة. ضل ضيق وقت بدل ضائع. والله بدي ارفع شوي لجوا. بدنا جول. شال الحارس. دفاع. حلوة بس. طلعت. اخذ الدفاع. بدي اعمل تعديل. عنا ديبالا، خلينا ندخله بدل دي ماريا. دي ماريا ما شفت منه شيء هالمباراة. وعنا هذا كوريرا، خليه بدل لا مارتينيز قوي ما اشوى شيء. والباقي لعيبه ما تعبانين كتير يعني. خلاص بس دخلت ديبالا. خلينا نتابع الشوط الثاني. هذا ديبالا. ديبالا يلا منشوف هلا شو بدي يعمل ديبالا. يلا يا ديبالا يلا. حلوة. شوت. جول. مين سجله؟ ميسي. نعم ملعب كله اهتز. شو هاي؟ والله ممتازة لعبة الفيفا. شو هالتحليل والدقة. حلو ممتاز. ليونيل ميسي. ما في حدا. اعطيت باص لمين انا؟ شال الحارس. حلو رجع لي شوي الحماس. اخذ الدفاع. بلكي منجيب جول الربح. روح مارتينيز مارتينيز. شالوه منه. ما بدنا جول للسعودية. هلا بلشوا يهجموا السعودية بعد ما اكلوا جول. الحمد لله سليمة. زعلوا جمهور السعودية. ابن عمي ده تكرسحني يعني. ديبالا 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 ديبالا. جول جول جول. مين سجله؟
ما عم بيقربوا على اللاعب، يعني شوف مين سجل، انا ما عم بنتبه على الاسماء، مركز على اللعب. هلا بيبين، هلا هو ميسي، ما هو ميسي اظن. لا والله ميسي رقم 10. حلو ابو تياغو، الجمهور كله عم بيقول ارجنتينا. هجمه للسعوديه، شلتها سليمه والله، شوطه حلوه، ركنيه للسعوديه. سليمه ان شاء الله، خلينا نعدي بعدها. سليمة، ديبالا ديبالا ديبالا، روح يا ديبالا روح، العب باص شوت، شال الحارس، تأخرت فيها يعني، الحارس عم بسب الدفاع. شوطة لأسن رأسن. اوكي طبعا هي بالاخير لعبه، ان شاء الله منتخب السعوديه بربح المكسيك وبتاهل للدور الثاني. بس انا اخترت الارجنتين انه بدي كمل فيه للنهائي، عرفتوا علي؟ بس حظنا انه في مجموعتنا دوله عربيه باللعبه وهي بكاس العالم، لانه هيك عم تشارك، فهون باللعبه حاطين المنتخبات النظاميه اللي مشاركه بكاس العالم حاطينها باللعبه. حلو، هي خطوه حلوه من لعبه الفيفا يا حبيبي. سليمة سليمة، بدنا هجمة يا شباب. هلا يا بلعب بضيع وقت الا بجيبوا جول اذا ضيعت. رح احاول اجيب جول ثالث قبل ما تخلص المباراة. باللعبة 2-1 للارجنتين، بالواقع 2-1 للسعودية، سبحان الله. خلينا نعدي يا زلمة. ما في لعيبة، كله دفاع راجع. اوكي سلمان الفراج، مارتينيز مارتينيز مارتينيز، جول ثالث ثالث. اللعيبة كلها فرحانة، الجمهور عم بيوقفوا، صاروا ينطوا على بعض. جول حلو، هاي الحق عليهم، كل اللعيبة السعودية راحوا على الهجوم، تركوا الدفاع، محل الدفاع فاضي. ليو ميسي ميسي ميسي. انتصرنا، مبروك للارجنتين باللعبة، وهارد لك للسعودية باللعبة. ان شاء الله السعودية على الدور الثاني. واللعيبة عم بتبوسوا، عملوا كفو ابو تياغو، لعبت اليوم لعب شريف. هاي ترتيب المجموعات، الارجنتين متصدرة، بولندا بثلاث نقاط، مكسيك وسعودية. المباريات اخرى عنا، فرنسا ربحت على استراليا 4-1، وبولندا ربحت على المكسيك 1-0. تمام اصدقائي، لهون بكون وصلت لنهاية الحلقة، اتمنى اذا عجبتكم ما تنسونا من اللايك والاشتراك، وان شاء الله حلقة الجاي مع المكسيك والارجنتين. الى اللقاء.